الإخوان الأخوات كنسجلوا بكل أسف، كنسجلوا بكل أسف كفريق العدالة والتنمية ومجموعة من الشرفاء في هذا المجلس، أن هذا الشغل اللي وقع اليوم هذا الصباح هو هذه أعمال ديال البوليس كيشيبوا الكاميرات ويوصيوا الناس ويحرضوهم على برا ويجيو يفجروا القنبلات، وهذا الشغل اللي اليسار معروف عليه تاريخيا كان كيديروا، وباقي في هذا الحزب ديال الاثار والمعاصره هذا اللوبي ديال اليسار كيخدم بنفس الادوات وبنفس الاليات. المغرب كامل كيستنكر هذا الشيء، المغرب الان كله كيستنكر هاد التلاعبات وهاد الالاعي، وكتشوفوا البارح في الجرائد هاد الاسبوع ان الزعيم ديال هاد التوجه الياس العمري اللي جا زلنا خا هنايا وعلموا هاد الادوات وهاد الاليات هو بنفسه بدا كيتراجع عليها مركزيا، وبدا كيمشي عند القيادات السياسيه ديال الاحزاب السياسيه يطلب اعتذار ويطلب الاصلاح ديال الوضعيه والتعاود. باقي هاد خا باقي ماشي بنفس الاساليب، وانا قلت له في وجهه ملي قال سلام قلت له هذا التربيه دخاك وهو اللي علمك شنو تعمل، وجبتي الكاميرا عمرنا ما خدمنا ماشي كنقولوا علاش جاب هاد الكاميرا. سي حسن المزدوجي قال له انا ما يصورنيش حيت عارف تما شي حاجه كتطبخ، سيد خاف من حقه. حنا قلنا ربما تكون نيه حسنه، فاذا به محرض شخص من وسط القاعه ينوض مدبر معاه واحد الماكيده باش ينزل على المستوى، والبلاغ الاول ديالو راه باين. يلا طاح صوتنا على الميزانيه خرج هاد الياس وجاب لنا البلاغ ديالو المنكوب، راه كلشي قراه وعرفوا بانه حنا الدراميه والايديولوجيه وكذا، عمره ما كانش يكتب كيطلع بشي بلاغ لاقصى الاطراف السياسيه الاخرى، وبالتالي هاد الاساليب ديالو معروفه. حنا الان ما خرجينش من القاعه وكان اعتصموا هنا في القاعه، والرئيس رفع الجلسه بطريقه غير قانونيه. ما رفعش الجلسه، هرب. لا هرب، لا هرب، هرب، الاخوان عفوا عفوا، لان رفع الاخوان الاخوات عفوا رفع الجلسه فعلا كيكون بالاذن ديال المجلس، المجلس كيخصو يصوت على رفع الجلسه. الرئيس ما لم يستعمل الطرق القانونيه وبالتالي يعد كما قالوا المستشارين هرب، بحال بن علي هرب. الرئيس كان هرب. احنا الان الشعب يريد اسقاط العمده، الشعب يريد اسقاط العمده، الشعب يريد اسقاط العمده، مجموعة آخرين غادي ينوضوا يغوتوا في هذه القاعة، لأن تمرصص عليهم حالات كثيرة ديال الإرهاب وديال التهديد سابقا وما زالت حاليا، بخصوص هذه الدورة لا زالت الضغط على الأعضاء، وفي الأخير ملي شافوها في شريط التشغيل هذه الأساليب وهذه المناورات، لأنه خايفين ما يدوز لهمش الحساب الإداري وما خلاو ما داروا الطرق الملتوية، وبالتالي حنا معتصمين هنا في القاعة ونطالب بفتح تحقيق، نطالب من الجهات المسؤولة وزارة الداخلية سيد رئيس الدائرة اللي كان حاضر ممثل السلطة يرجع ويجي والإخوان اللي تعرضوا للتهديدات يطرحوها أمام الملا باش رجال الصحافة يسجلوا هذا الشيء. حنا معتصمين وما خرجوش حتى تفتح تحقيق ونعطيو الإخوان يتكلموا. الاخوان الله يخليكم، اليوم حنا سكان هذه المدينه طنجه، حنا من ابناء هذه المدينه ديال طنجه، خصكم تعرفوا شني تمارست الضغوطات علينا من نهار اللي بدينا هذه الحياه السياسيه فات الانتخابات 2009، راه ما كاينش شي واحد اللي ما تمارسش عليه ضغوطات، من بينهم انا هذا عبد ربي، انا ما حسيتش على الرئيس مجلس الاقليمي الا بواحد التهديدات ولولا الصمود ديالي اللي بقيت صامت، واليوم مع الاسف كنشوفوا ناس حتى هما تمارس عليهم الضغوطات اللي كيساندوا هذا الرئيس، هذا المنكر. كاين اللي تحكم بالسجن بست شهور الحبس سلف ومن بعد دار براءة بقاو كيهددوا فيه، هذا المنكر شحال بقاو ساكتين؟ ما خصناش نبقاو ساكتين على هذا المنكر. وكاين اللي دخلوا عليه البوليس حتى الدار، كاين في البيت ديالو تهدد، قالوا له اما غتمشي لهذا التحالف هذا واما غادي نخرجوا على المستقبل ديالك، وهذا الشيء حاضر فيه انا. وكاين رئيس المقاطعة الان حتى هو، هذه ماشي بزاف مشاو كيهدوا، هذا المنكر هذا. الله يخليكم. سنواصل الدفاع، أبرشان ارتاح انت، سنواصل الدفاع، أبرشان ارتاح انت، سنواصل الدفاع.
امروا اليوم كنشاهدوا هذه المؤامره الدنيئه اللي عملت السيده هذا بالتناسق نستق معاهم وهاد الاساليب ديال ما تجي بالكاميرا هنا بالعاليه هادشي مقصود ما عمرنا لاحظ الناس هذا واش شحال الدوره دوزنا عمرو جا شي كاميرا كتصور هنا هادشي مجرى اساليب ديالهم كيف كياخذوها وحنا ما غنسوش على هادشي هذا وغنبقاو معتصمين هنا اليوم خصو يجي وكيل العام هنا يجي يحقق هادشي هذا وشكرا.